أهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هاملو، والنهاردة بمناسبة العيد الكبير، كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعودوا علينا بالخير واليوم والبركات. النهاردة هنعمل نوع مختلف من أنواع حلويات المذبح اللي هو المنديل. هنستعمل المنديل في وصفتين، واحدة تراثية وواحدة عصرية. قبل ما نبتدي بالفقرة بتاعت النصايح والحلول. عندنا لو احنا عايزين نعمل بانيه من الفراخ، هناخد قطعة فراخ، وعايزين نرفعها اكتر علشان البانيه بتاعنا يطلع حل. فأسهل طريقة ان البانيه ما يتهراش مننا واحنا بنضربه، كمان علشان ما نطرطش على نفسنا اللبس بتاعنا واحنا بنضربه علشان نرفعه، بنحطه بين ورقتين من الورق البلاستيك او الكلينج راب، وبنقفل عليه من الجناب كده، مش هيطرطش بره خالص. وبنبتدي ندقه الشاكوش بتاع اللحمة لحد ما ترفع خالص بالحجم اللي احنا عايزينه. لو ما عندناش شاكوش للحمة ممكن نستعمل طاسة او كسرولة، يعني هناخدها ونفس الحكاية هنضرب بيها الفيليه بتاعنا وهتدينا نتيجة كويسة. فاحنا يعني حتى لو ما عندناش شاكوش نقدر برضو نضرب الفيليه نرفعه خالص بحيث يبقى مظبوط معانا واحنا بنعمل الباني. وبكده نكون خلصنا وصفة الحلول والنصايح. نطلع فاصل بعد كده نعمل وصفة تراثية. اهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل الوصفة التراثية باستعمال المنديل. عندنا الوصفة هي عرمان الكباب أو اللي احنا بنسميه دلوقتي بالطرب. فالمقادير: ربع كيلو لحمة مفرومة، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل، ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون، ربع معلقة صغيرة توم بودرة، ربع كوب مية بصل، ومنديل. بنحط المقادير كلها طبعا ما عدا المنديل، وبنخلطها مع بعض. حطيت الحبهان، الملح، فلفل، ثوم بودرة، وكمون. هبتدي اخلطهم مع بعض، وهنحط شوية مية بصل زي ما نحتاج. اوكي كده كفاية. وهنجيب سيخ وهنبتدي نحط الخليط اللحمة اللي عملناه بالسيخ. ودلوقتي اجيب المنديل وعايزين نقطعه على قد الكفتة اللي عملناها. وهنلفه بيها.
اوكي، بالنسبه للمنديل احنا عندنا وشين، وش بيبقى فيه بروز ووش تاني ناعم زي ما احنا شايفين. الوش ده ناعم والوش ده فيه البروز، احنا بنحط اللي فيه البروز جوه. نلف الطرب بالشكل ده ونقطع. نشوف قطعة تانية. زي ما احنا شايفين الوش اللي فيه بروز جوه، والناعم ده هيكون هو الجزء اللي بره. وناخد اخر واحدة، دي مقطوعة، شوف لو في واحدة تانية احسن. اوكي دي احسن، اشيل الحتة الصغيرة اللي في الاول دي والفها. اوكي كده جهزنا الطرب او عرمان الكبد. اوكي نشوف الشوايه ونحط شويه زيت، وهناخد الطرب الجزء اللي هو من تحت حطيناه على بعض، هنحط ده تحت الاول علشان هو لما بيسخن بيلزق في بعضه. فزي ما احنا شايفين الحته المفتوحه دي، الجزء المفتوح ده هنحط ده هو اللي تحت علشان يلزق في الباقي. والشواية ما تبقاش سخنة زيادة عن اللزوم علشان ما يفرقعش واللحمة تفضل جوه الطرب. الريحة بتاعت الطرب طالعة، ريحة حلوة جدا. وهنسيب أول جزء ده لحد ما يسخن ويلزق في بعض، وبعد كده نبتدي نحمر بقية الأجزاء. طبعا لو عندنا شواية فحم هيكون أحلى وأحلى كمان، لأن طبعا الريحة بتاعت الفحم بتضيف ريحة دخان كده للطرب أو أي مشويات عموما، ولكن ده برضو حلو. النار ما تبقاش عاليه قوي علشان الطرب ما او المنديل يعني ما يفرقعش، وكمان عشان الكفته تلحق تستوي، يعني ما يبقاش ما يتحمرش قبل الكفته ما تستوي كويس. والمنديل طبعا بينزل كل الدهون اللي فيه، وفي الاخر ما بيبقاش باين ان هو ابيض كده، بيبقى شفاف خلاص تقريبا لما بيستوي. وهناخد الطرب وهنطلعه من السيخ. نحطه في طبق التقديم. وبكده نكون حضرنا
الوصفة التراثية اللي هي عرمان الكباب أو الطرب. يا رب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض الوصفة العصرية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة العصرية. بس قبل ما نقول الوصفة العصرية ومقادرها، أنا نسيت أقول لكم أن عرمان الكباب ده من كتاب نصيحة الأنام في حسن الطعام لأحمد إبراهيم سنة 1893، وهو كان الشيف الخاص بالخديوي إسماعيل. بالنسبة للوصفة العصرية اللي هنستعمل معاها المنديل، عندنا 1 كيلو منديل يكون منقوع في مية علشان ما يلزقش في بعض، فأحسن نسيبه في مية، حتى لو هنسيبه بالليل طول الليل في التلاجة يبقى في مية أحسن. بعد كده عندنا الحشو، هيكون 500 جرام فيليه دجاج مقطع رفيع، فيليه رفيع خالص للسكالوب. عندنا 1 جزرة مقطع مكعبات، 1 بصلة مقطع مكعبات، 1 معلقة صغيرة ثوم مفروم، 1 معلقة صغيرة زعتر، 50 جرام زبدة، 30 مليلتر زيت زيتون، ملح وفلفل اسود، وكبة صيني. بالنسبة للصوص عندنا 4 بصل مفروم ناعم، عندنا مرق دجاج حسب الحاجة، 60 مليلتر كريمة، 200 جرام زبدة، 1 معلقة صغيرة بهارات، وملح وفلفل. اوكي، هنبتدي بالخضار. متهيألي هحتاج شوية زيت زيادة. اوكي، وهحط البصل، الجزر، الزبدة طبعا، وهحمرهم حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت هبتدي في الحلة التانية. عايزة برضو ابتدي احمر البصل، وعايزاه ياخد لون ذهبي كده، هعمله مكعب زبدة وشوية زيت. البصلة ابتدت تدبل، دلوقتي هبتدي احط الكرنب. مع البصلة وعايزين نفضل نقلب لأن عايزين الكرنب كمان يدبل. دلوقتي احط الثوم، ثوم مفروم، الفلفل، الزعتر، الكبة الصيني، والملح. هنا زبدة سخنت فهحط البصل واسيبه على مهله كده ياخد لون فاتح، بني فاتح او ذهبي. هنسيبه على النار يكمل، ودلوقتي نبتدي نحضر المنديل. هناخد
ورق فويل وهنفرد عليه المنديل. عايزين المنديل تبقى قطعة واحدة كبيرة. وهاخد المنديل هنفرده على الفويل. ماشي اوكي. ودلوقتي هجيب الفراخ وابتدي ارصها فوق المنديل. وأجيب الزيتون المفروم ونحطه على الفراخ. اوكي زي ما احنا شايفين خلاص دبل. فهاخده واحطه في صينية بس عشان يهدى حاجة بسيطة. طبعا هو المفروض نستناه لما يهدى خالص. علشان مش مفروض ان احنا نحط حاجة سخنة قوي كده فوق الفراخ اللي مش مستوية. بس طبعا علشان الحلقة وقت الحلقة فهنستعمله كده على طول. اوكي البصل هسيبه يكمل شوية. عايزة اغمق حاجة بسيطة. وهجيب الحشو ونحطه فوق الفراخ والزيتون. زي ما قلنا يفضل ان احنا صحيا يعني وعشان يبقى امن للاكل مش مفروض ان احنا نحطه فوق الفراخ وهي مش مستوية والحشو سخن. ودلوقتي اخد المنديل وابتدي اعمل رول. الحشو اللي جوه ده ونقفل الجنب ونكمل. وبعدين نجيب الفويل ونلفه بيه ونقفله من الجناب بالشكل ده. اوكي هناخد صينية ونحطه فيها وهندخله فرن على درجة حرارة 200 وهيقعد في الفرن حوالي ساعة.
نرجع للصوص. اوكي كده حل. دلوقتي هحط شوية من المرق. هحط شوية كمان. ولما هيطلع من الفرن هيكون بالشكل ده. وهنفتحه دلوقتي. وهنلاقي ان هو وهو الصينية نزل شوية صوص كده منه. الصوص ده هناخده وهنحطه مع البصل. كل الطعم بتاع الرول بتاعنا هنحطه مع البصل. وهنسيبه دلوقتي يقصر حاجة بسيطة. هنحط بس التوابل. هنحط شوية ملح وجوزة الطيب وفلفل أبيض وهنسيبه حاجة بسيطة على النار قبل ما نحط الكريمة. متهيألي كده كفاية خالص. ممكن نحط كريمة. ونسيبه يتكثف شوية. الزبدة لسه هنحطها في الآخر خالص. وهاخد الرول. زي ما احنا شايفين الصوص بتاعه باين. زي ما احنا شايفين ده بيبقى شكله. وهشيل وهاخد الرول اللي احنا عملناه ادخله الفرن علشان وشه يحمر. هنحطه تحت الشواية حاجة بسيطة خالص. مجرد بس ياخد. وهنحطه تحت الجريل ياخد لون بس من فوق. اوكي لحد ما يتحمر. نرجع للصوص. والصوص دلوقتي جاهز. فاضل بس نحط عليه الزبدة شوية شوية. هنحط مكعبين زبدة في مكعبين كده. ومش عايزين الصوص يغلي كتير واحنا بنحط الزبدة علشان يطلع مظبوط وبيلمع. فنشيله من على النار ونزود ونرجع نكرر. لما نحس ان الزبدة مش بتدوب ابتدى يبرد شوية من الزبدة لان الزبدة طالعة من التلاجة. نرجعه شوية تاني على النار وبعدين نرجع نبعده تاني. مش عايزينه يغلي والزبدة جواه. اتأكد بس ان كلها دابت. كده الصوص جاهز. نبص على الرول. خلاص دقيقتين ونطلعه على طول. و ده بيكون شكله. هناخده
سخن قوي وننقله طبق التقديم. ممكن طبعا لو حبينا نقطع منه حتة. ودلوقتي ناخد الصوص ونحطه عليه. وبكده نكون عملنا وصفة عصرية للمنديل. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا وصفتين بالمنديل، واحدة اللي هي الطرب أو عرمان الكباب، وتاني وصفة هي رول بالفراخ وبيوريه الزيتون والخضروات المشوحة على النار. وبعد كده قدمناه بصوص معاها من البصل وكل اللي نزل من الرول وهو بيستوي في الفرن أضفناه برضو للصوص. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب يعودوا علينا بالخير واليمن والبركات، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله.